بسم الله. ايونيك جافا سكريبت فورمز، احنا خدنا قبل كده الفورمز بالسي اس اس اتش تي ام ال عاديه، وكنا بنعمل حاجات فورمز وخدنا فيها حاجات كتير. هنا بقى في حاجه اسمها ايون داش تشيك بوكس، وايون داش راديو باتون، وايون داش توجل، وكلام زي كده. وهي طريقه تعتبر طريقه ثانيه للعرض يعني بالايون. فاحنا ممكن نبص عليها بصه سريعه يعني مش هاخد وقت طويل، هنحاول يعني قدر الامكان لو احنا حبينا الايون تشيك بوكس. هنقول ايون فورمز كده خلاص التايتل بتاعنا. تعالى نشيل بقى الريفريشر ده والايون ليست اللي احنا كنا لخبطينها دي، نشيل الكلام ده خلاص، سيب المديول الايونيك والكلام ده كله. الكنترولر بتاعنا كنترولر نسميه فورمز كنترولر خلاص، مفيش طبعا عندنا غير السكوب. وكل دوت ما احناش محتاجين، تمام كده؟ كنترول فاضي يعني من الاخر، انا فضي كل حاجه. وتعالى في الايون كونتنت هنا قلت له ايون داش تشيك بوكس خلاص، وقلت له ان جي داش موديل بيساوي، قال لي قلت له هتروح على التشيك بوكس موديل دوت وهات منه فال 1 القيمة الأولى وخلاص. وهنا ما بين ايون تشيك بوكس وسلاش ايون تشيك بوكس ترو تشيك بوكس 1 خلاص، وكذلك مع تشيك بوكس 2 تواخد الايون تشيك بوكس ده وخليته بينادي على فال 2، وهنا ايون تشيك بوكس 2 خلاص وخلاص. يعني مش محتاجين يعني ماشي، يعني ممكن نعمل باراجراف كده ونحط فيه تشيك بوكس 1 فاليو از، واطلع الفاليو بتاعته هنا وليكن طبعا اجيبها من فال 1 الموجوده جوه تشيك بوكس موديل صح. وكذلك اللي بعده تشيك بوكس 2 الفاليو بتاعته هتيجي من فال 2، تمام كده، كلام جميل. فاضل احنا نروح بس على الكنترولر بتاعنا. الكنترولر كان جاهز وجميل مش اي مشكله خالص، هو كل اللعب على السكوب بشكل عادي. يعني قلت له سكوب خلاص دوت تشيك بوكس خلاص موديل بيساوي، واحط بقى ايه كود موجود بالجيسون عادي، اقول له مثلا val 1 عبارة عن false مثلا كوما val 2 بتساوي true مثلا خلاص. بس خلاص ايه الجمال ده، ببساطة خالص. لو جينا جربنا كده هلاقي دي الاولاني تشيك بوكس 1 value is false، تشيك بوكس الثاني دي ادي true، شيل 3 ادي false، حط دي بقى ادي true، 2 بقى 2 true، 2 بقى 2 false. كلام بسيط يمكن شبيهه قوي اللي احنا خدناه قبل كده في الايه في ال HTML، اخوه بالظبط اين راديو. يعني انا يعني لو جينا كده نفس المثال كده ممكن نحفظ الملف ده كده، انا هاجي كده واقول له سيف از واقول له احفظ لنا دوت على اين تشيك بوكس HTML عشان اعمل لي نسخه جديده منه خلاص، وارجع كده على اندكس تاني. سيبنا بقى خلاص سيبنا نسخه جنبينا. تعالى هنا بقى نقول اين ايه اين راديو، والموديل بتاعك ان جي موديل
هيبقى بس بدل التشيك بوكس موديل هيبقى راديو موديل. خلاص. وهنا هقول له راديو وين، وهنا كذلك راديو موديل بال 2، وهنا هقول له راديو 2، وهنا راديو 1 از فاليو، فاليو از ايه؟ راديو موديل، وهنا راديو 2 فاليو از ايه؟ قلت له هنا راديو موديل فاليو 2. خلاص غيرنا بس كل حاجه، بقت بدل تشيك بوكس بقت راديو، وهنا راديو بس. خلاص لو جينا هتلاقي بقى ايه الموضوع بقى عباره عن راديو بطن، في الراديو الاولاني في عيب او في غلطه، قافلين بسلاش تشيك بوكس عندي غلط، وبسلاش ايه راديو، وهنا بسلاش ايه راديو، هنا طبعا ده ايون راديو، صح كده مظبوط. ادي كده اهو علم عليه كده، اللي علمت على ده او على ده، واحده من الاثنين اللي بتطلع صح. طيب لاحظ ايه اللي حصل، راديو 1 فاليو از، ومش عارف يجيب ولا فاليو دي ولا فاليو دي. المفترض ان في حاجه اسمها هنا في الراديو باتن تزيد عن التشيك بوكس، ان احنا بنعمل حاجه اسمها ان جي فاليو، ان لما يختار، لان هو في المفترض في الراديو باتن لو انت خدت بالك هو بيعلم على واحده من الاثنين، صح؟ المفروض يعلم على واحده من الاثنين، فالمفترض انا اقول له ان جي داش فاليو، يعني قيمه الاولاني دوت لو اختار الاول يبقى انا هحسب له قيمه مثلا ب 10. هنا لو اختار الثانيه هقول له ان جي داش فاليو، يبقى القيمه اللي هتبقى تحسب لو داس هنا هتبقى مثلا 22، زي ما انا عايز بقى اكتب اللي انا عايزه. يبقى كده معناها كلمة راديو واحد لما يختارها يبقى اختار 10، راديو 2 يبقى 22 الى اخره. طيب كلام جميل. وهنا بقى راديو باتن دوت ايه بقى؟ هل هنا بقى دوت فال 1 فال 2 فال 3؟ القيمة الأولانية، القيمة الثانية، القيمة الثالثة؟ ولا هتبقى ماشية ازاي؟ هو المفترض مش كده. احنا دوت فاليو القيمة ذات نفسها، يعني القيمة بتاعت الحاجة ذات نفسها. يعني هو بيشيل قيمة واحدة أصلا من أساسه. يعني هو في اساسه بيشيل معانا ايه؟ بيشيل معانا كراديو باتن قيمه واحده، ومانيش محتاج التاني ده خالص. واحد يقول لي طيب وهنا في السكوب، اقول له السكوب مش محتاج حاجه، يعني انا هنا هو في الاساس انا مش محتاج اديله اصلا القيم دي. هو لما يجي بيقوم كله فولس، اعلم انا على واحده اعلم على الثانيه، بس المفروض كان يسمع معايا ويعمل ايه؟ ويحسسني بقيمة الراديو موديل دلوقتي. ما اشتغلتش معانا. طب نرجع السكوب كنترول زي كده، راديو موديل راديو موديل فال 1 فولس فال 2 فال 1 فولس فال 2 ترو. نراجعها، ايون راديو ان جي موديل راديو موديل دوت فال 1، لا مفيش فال 1 هنا بقى، هنا فاليو على طول، ان كلهم المفروض بيشيلوا قيمه واحده، راديو موديل دوت فاليو، هنا دوت فاليو، ان هما اتنين بيسمعوا فاليو القيمه اللي شايلها الراديو موديل، ومفيش هنا اللي هو شيل فاليو بتساوي كذا على طول مباشرة، سواء دي كده ايوه مظبوط كده، طلع لي القيمة اهي 10، انت هتلاقيها 22 زي ما انا ايه زي ما انا محدد. تمام، مش محتاجين ان احنا ندي له قيمة الراديو موديل ايه خالص، يعني اصله بيشتغل مباشرة يعني. ماشي طيب، يعني مفيش مشكلة. طب احنا لو خلينا، مش عارف انا هجرب، يعني دوت فاليو تساوي 10 مثلا،
لا مش هينفع خلاص، مش مشكلة، مش محتاجين ان احنا نعمل ده. ان جي موديل خلاص، راديو موديل توت فاليو، وان جي فاليو وديها القيمة اللي انا عايز اعرضها زي ما انا عايز. ماشي، ده برضو نوع من الانواع. فاضل النوع الاخير بالمرة اخده اللي هو الايون توجل، عشان اخلص من الفورمز دي، لان طبعا هي شبيهه جدا باللي احنا خدناه قبل كده. ف يعني اقول له هنا اكزامبل سيفه بالاسم ده HTML، تمام، وارجع تاني للاندكس اعدل في الاندكس بتاعتنا، واقول له المره دي عايزين نشتغل على ايون توجل. خلاص دي ماشي. ايون بعد الراديو هنخليها ايه؟ توجل خلاص. ان جي موديل هتبقى مش راديو بقى، موديل بقى هتبقى توجل موديل. موديل دوت فاليو 1 ده بقى بيشيل زيه زي التشيك بوكس. وان جي فاليو هل هياخد ان جي فاليو؟ ما بياخدش ان جي فاليو. خلاص انا ممكن يعلم على اكتر من حاجه زيه زي التشيك بوكس بالملي. خلاص قلت لنا ايه؟ توجل 1 واقفل بسلاش ايه؟ ايون توجل. وكذلك هنا ايون توجل الموديل بتاعه هيبقى توجل موديل دوت فاليو 2 بقى، لان هنا طبعا زي تشيك بوكس قلنا كل واحد بيشيل قيمه مختلفه، مفيش فاليو، مش كل واحد له قيمه وخلاص قيمته على حسب ما بتتبعت. وهنا اقول له توجل ايه؟ توجل 2. ايه ده؟ عملت حاجة مش مظبوطة. كنترول زي كده. ايوه عملت حاجة مش مظبوطة، تقصد ان انا اعلم على دي بس. ماشي طيب، هنا بدل ما اقول دي هنا اقول توجل فاليو از، وهجيبها من ايه؟ توجل موديل دوت ايه فاليو 1 قيمة الاولاني، لان كل واحد بيشيل قيمته منفصلة، اما الراديو كلهم بيشيلوا قيمة واحدة. أنا قلت لا لا بقى، لو أنا عايز أسميهم باسم تاني، يعني إحنا كنا بنسميهم مثلا إيه؟ إحنا كنا مسمينها راديو موديل، صح؟ نسميها حاجة تانية، راديو موديل 2 أو راديو 2 موديل، راديو 3 موديل، يبقى نغير اسم الموديل ذات نفسه عشان أوصل له بقى. ده لو احنا شغالين ايه راديو بطل، لكن تشيك بوكس كله والراديو والتوجل هما الاثنين ايه نفس الفكره. خلاص كده بس هنا فاليو ايه؟ فاليو 2. تعال نشوف كده في حاجه ناسين ما نعرف. ادي التوجل الاولانيه، طبعا دول دخلوا مع التوجل الثانيه، اكيد الباراجراف ما دخلش. الراديو ما زالت هنا كلمه ايه؟ راديو، اخليها ايه سلاش توجل عشان نطلعه لوحده بالظبط. وادي الكونتين تحت، وادي كده بقت ترو، كده بقت فوق ترو، كده فولس، كده فولس. في نفس الوقت ممكن دي اديها عادي، اديها هنا مش مشكله، زي ما كنا بنعمل مع الايه؟ مع التشيك بوكس. يعني ممكن اقول له سكوب دوت توجل موديل ايكوال، وادي له القيم اللي انا عايزها كده، وليكن value 1 هنخليها false تطلع by default false، و value 2 هنطلعها by automatic true. يبقى كده لما نيجي نبص هنا على طول automatic دي هتطلع false ودي هتطلع true، false true، وانا اغير زي ما انا ايه زي ما انا عاوز. خلاص يبقى كده بصينا بصه على الفورمز اللي معموله بالجي اس والجافا سكريبت او جافا سكريبت فورمز، ايون تشيك بوكس واين توجل واين راديو باتل.